مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصة كوزينا كيدز. مرحبا بك شيف أنايس. مرحبا بك شيف أسماء. مرحبا بكم أعزائي الأطفال. مرحبا بك شيف أمين. مرحبا بك شيف أسماء. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. مرحبا بك خضر سعدون. مساء الخير شيف أسماء. على حسب الشوفة ما كانش الماكلة اليوم. اليوم راح نطيبوا حلويات. أعزائي المشاهدين، الحصة تاع اليوم خصناها الحلويات. الوصفة الأولى راح تكون عبارة عن ديدات بريستيج. لهذه الوصفة لازمنا 300 غرام تاع ديدات تمر، 100 غرام تاع المكسرات، 100 غرام تاع زبيب. شاف أمين روح جيب لنا عرجون تمر من عند الخضر سعدون. عطينا تمر شابة خضر سعدون. عطيت لكم السلعة الخيرة اللي عندي. الله يبارك. يعطيك الصحة أمين. نحكموا حبات تاع التمر نحيوهم باش نستعملوهم في الوصفة تاعنا. أسماء. نعم. تعرفيهم الأماكن اللي ينتج فيها التمر؟ التمر كاين في صحراء الجزائر. يعني في الجنوب. والصحراء نعم. تاعنا التمر تاعها معترف به عالميا، خاصة بسكرة. والأطفال أنتم تعرفوا فوائد التمر؟ لا ما نعرفوش. فوائد التمر مليء بالمغنيسيوم ويقينا من التشنجات العضلية. يعطيك الصحة للمعلومات اللي ما كانتش على بالي بها. يعطيك الصحة خضر سعدون. مشاهدينا حنا رايحين نكملوا نقو التمر ونديروها في الغوبو مع الزبيب والمكسرات تاعنا. التمر تاعنا راه واجد، نجو نحطوه في بول. نضيف المغرب. دوك يجو الشيف أنايس وشيف أمين يديرونا لي بول. تفضلي شيف أنايس ديري لنا اون بول بيدك. انت شيف امين شيف اسماء تفضلي. يعطيك الصحه امين. شحال غابيد. نزيد لك واحده اخرى. اسماء هاكي. يعطيك الصحه انايس. تفضل امين. نزيد وحده دوك. نزيد لك. دوكا نحكموا لي بول تاعنا نرمدوهم في الجلجلان. نحط واحدة في لينوازيت هكا يكونوا عندنا أذواق مختلفة. يلا شيف أمين شيف أنايس نكملوا حنايا لي بول ونعود نولو مشاهدينا مع الوصفة الثانية. مرحبا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج كوزينا كيدز. يلا نمروا مع بعض لتحضير البنيون. لهذه الوصفة راح نحتاجو كيلا قاطو مرحي، نص كيلا كاوكاو، نص كيلا قطايف، 50 غرام حلو الترك، مغرف زبدة، شوكولا طالي. للتزيين 300 غرام شوكولا بيضاء،
ملون غذائي خاص بالشوكولا، زيت وعجينة السكر. يلا نبدأ في تحضير الوصفة. نحط الكاتو تاعنا المرحي، نزيدو نحطو الكاوكاو والقطايف. نحطو شوية حلوة ترك 50 غرام أبي بخي، ومغرف تاع الزبدة. راح نحطو كامل لي زانغغيديون مع بعض. تفضل أني، نبداو نخلطو فيهم. واش انا راح ندير دوكا شيف امين وشيف انايس، راح نعطيكم بين زوج تخلطوا معايا داكور. كل واحد يروح لبلاصتو. شيف انايس نحطو لها هنايا، يعطيك الصحه انايس عاونتيني. والشيف امين نحطو له في غاسيبيون واحد اخر. نبداو نخلطو. ابدا بتخلطو، فتحوا مليح الزبده والحلوى الترك. الوصفه تاعنا راح نطموها بالشوكولا الطلي. نجيبو مغرف، حط لك انايس مغرف، بدا يتخلطي. وامين تاني نحط لك مغرف. وإذا ما نطمت لكمش لاباط نزيدو شويه شوكولا. نجبدو لي مول تاعنا ولي باتوني. راح نستعملو لي مول تاع لي زيسكيمو لتحضير هاد الوصفه. خلطوها مليح. مشاهدينا الوصفه هذه بزاف سهله وبزاف بنينه، كما راكم تشوفوا تقدروا تحضروها نتوما مع الاباء تاعكم في المنزل. نزيدولها مغرف، وأمين تاني نزيدولو مغرف. لاباط تاع أنايس راهي تخلطت، دوكا نحطوها في لي مول. وانت امين قريب عطيني انت تنعاونك شويه. بعد ما كملنا حضرنا البنيون تاعنا نجو نحطوه في لي مول. نحكمو شي على فخس، ونحطوها مليح في المول تاعنا. انا يستعمري ايه، يلا انتي خدمي وحده وانا نخدم وحده. نحكمي شويه اسنان ندير لك هيك. دوكا امين تجي تخدم معانا. تحسب اسماء؟ نعم نديرهم هادوما. دوكي نعمرو كامل المول تاعنا نحطوهم. يلا شاف امين نروح انت تخدم. اسماء؟ نعم. نجيب طبسي تاعي. لا لا ما تجيبش طبسي تاعك، خدم بهذا. كي خلصنا هذا باش نحط طبسي تاعك. فوالا
مشاهدينا بعد ما نكملوا نعملوا ليمول تاعنا نحطوهم في كونجيلاتور لمده 15 دقيقه ونجو نذوبوا الشوكولا تاعنا. كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين حنا الشوكولا ذوبناها. انايس روحي تجيبي لنا البنيون من الكونجيلاتور، نديروا فيها شويه كولورون روج هو اللي حيعطينا اللون غوز. نحطوا شويه زيت تقريبا زوج مغارف، هاد الكميه تاع الزيت نزيدوها باش الشوكولا تاعنا ما تيبسش. تقدم نحيوهم من هذا المول، نحيوهم من المول نحطوهم فوق لا بلانش ونجيبو ان شوب هو اللي نحطو فيه الشوكولا. راح نعلمكم واحد لاسوس تولو تكلاسيو بها لي غاتو تاعكم في الدار. نحاول لي سكيمو تاعنا، هيبقى الخان تنحيها. يعطيك الصحة شيف أمين، يعطيك الصحة شيف أنايس. سلمك. نحكموا الشوكولا تاعنا ونفرغوها كامل في لوشوب. يعطيك الصحة أنايس. أروحي دوكا تشوفي الطريقة اللي حنغلاسيو بها البنيون. ندخلوه داخل الشوب تاعنا، نمسحوها شوية، أسمع، نحطوها تنشف. نعم أمين، دوك نعاودو نردوهم للفريجيدار. لا لا، منعاودوش نرجعوهم للفريجيدار. البنيون تاعنا جبدناه من الكونجيلاتور راهو ديجا بارد، دوك حنا غير نحطوه في الشوكولا. البرد هذاك هو يخلينا الشوكولا تجمد. شاف أنا يا سيدي ري حبة. ديري لها هكا، نمسحيها من تحت. برافو شيف أنايس، دوكا دورت شيف أمين. فوالا، رايحين نكملو نكلاسيو كامل البنيون تاعنا ونجوزو للتزيين. أعزائي الأطفال، بعد ما كملنا كلاصاج تاع الكاتو يلا نجوزو للتزيين بلا باتا شوكر. عندنا هاد المول تاع السيليكون، عندنا شويه باتا شوكر لا كولور غريز، نحكمو شويه تاع لاباط. نستعملوا شويه تاع المايزينا باش ما تلصقناش في يدينا ونحطوها في المول. مشاهدينا حنا رايحين نكملوا لي ديكور تاعنا ونتلاقاو على مائده الافطار.
مشاهدينا رانا لحقنا لنهايه الحصه. كما راكم تشوفوا حضرنا لي دات بريستيج والبنيون، ودوكا راح نستناو الاذان ياذن باش نفطروا، وفي السهره راح نديروا سهره شابه مع لاتاي وناكلوا لي غاتو اللي حضرناهم. علاش ناكلوهم في السهره؟ ناكلوهم دوكا؟ لا لا، دوكا وقت الفطور نفطروا بلا سوب، ومن بعد في السهره ناكلوا لي غاتو. ناكلوهم دوكا؟ ناكلوهم دوكا يا نايش؟ خيرهم للسهره. وانت يا ناكلوهم دوكا؟ اي ناكلوهم دوكا. اي ناكلوهم دوكا. بصح لي غاتو كيفاش ناكلوهم دوكا؟ لازم ناكلوهم في السهره. رانا كامل ربحناك. الله اكبر الله. راهو يأذن يا اطفال، يلا نفطروا بسم الله. ما تنساوش واش نسينا؟ دعاء. دعاء الافطار. اي نقول كامل مع بعض. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. صح افطركم مشاهدينا.